علاش ما كتطلقش في يوتيوب الشاف مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا. نتمنى إن شاء الله تكونوا دائما بألف خير. جمعة طيبة مباركة للجميع. حصة أخرى من برنامجكم اليومي التفاعلي المباشر، ما خاب من استشار. حصتنا اليوم واللي كيرافقنا فيها الأستاذ والواعد الأستاذ عبد الواحد الباشي، واللي من خلاله غناخذوا منارات مهمة جدا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن واقع الحياة، فرصة بطبيعة الحال باش أننا نتلقوا مع قصصكم، نتلقوا مع تفاعلكم اليومي وفي الأمور اللي كتحيركم. شنو هي الأمور اللي ربما كتشكل لكم عائق وحيرة نوعا ما وما كتعرفوا شيء تتعاملوا معها؟ بمفاهيم بسيطة جدا غادي نحاول ما أمكن أننا نحل بعض المشاكل على قدر المستطاع بإذن الله. أستاذ عبد الواحد مرحبا بك. مرحبا سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. موضوع حلقة اليوم جاء بناء على واحد الرسالة تلقيناها من الأخت رشيدة من مدينة خريبكة. لالا رشيدة تكلمت لنا وحكت لنا القصة ديالها على جار السوء، على واحد الجاره هي والزوج ديالها، جيرانها اللي يوميا يحاولوا ما امكن انهم يديروا كل ما استطاعوا على انهم يضايقوهم في العيشه ديالهم. الجاره اللي هي تحت منها يوميا كتعامل معها بسوء الخلق، كترمي عليها الازبال، كتحاول ما امكن انها تبرزطها. جوج الليل ثلاثه ديال الليل الايام العاديه من غير رمضان كيبداو يسمعوا الطحين ديال الطحانه وتبرزيت كبير. هذيك السيدة واحد النهار ملي تواجهت معها قالت لها أنا حالفة نخويك هذا الدار. الهدف من هذا الشيء كلهم طبيعة الحال ملي جاوا الناس كيحكيوا لقاو بأن لالا رشيدة جات سكنات في الوقت الخطأ، لأن هذيك الجارة ديالها كانت معولة أن الأخت ديالها والزوج ديالهم كانوا غادي يسكنوا، وهما كاملين كما تنقولوا بغاو هذيك الباتيمون يكونوا فيها غير هما بجوج. ف لالا رشيدة في مدينة خريبكة وقفات كما تنقولوا حائرة، كتقول لك حنا يلاه تحولنا للدار، حنا يلاه جينا، كيفاش غادي نديرو؟ كيفاش غادي نتعاملوا؟ صعيب جدا اننا حنا نمشيو دار اللي يلاه صلحناها ويلاه جينا ليها. هاد الشيء خلانا اليوم نخصوا هاد الحلقة هذه لحسن الجوار، حق الجار في الإسلام. حق الجار سواء كان مسلم أو غير مسلم عليه مجموعة من الحقوق غادي نشوفوها اليوم، ولكن بعد الفاصل نواصل. عندي الروتور أنا. شادة تي في تقدم في رمضان. مرحبا بكم، برنامجكم المسائي قهوة لأتاي. قهوة لأتاي مع عتيق بن شيقر هذا الأحد مع مصطفى أبو سعد. واش التدين عند المغاربة هو شبيه التدين عند كل مسلم؟ في تدين بعض الدول التدين هو العلم بالعقيدة، أمور العقيدة والحوار حول العقيدة. المغاربة عندهم هذا الأول، يبحثون عن القلب السليم. الأمر الثاني التعاون والتآزر بين المغاربة. ولعل المغاربة ضربوا مثلا لا نظير له في تاريخ البشرية، لا أقول في تاريخ العرب. عندما وقع الزلزال قام المغاربة كلهم وكانوا أقوى من الدولة. المدح يكاد يغيب ما بين الوالدين والأبناء ديالهم. وأنا أعتقد الأب والأم لما يمدح أبنائه 13 مرة في اليوم، وأنا وزعته إلى 3 أقسام كبرى، يعني عنده نقص سواء في تربية الأبناء أو في إشباع احتياجات الأبناء. نسبة الطلاق في ارتفاع. أول شيء نسبة الطلاق في المغرب ضمن النسب القليلة جدا في العالم. كذلك الأرقام اللي جينا على الطلاق اللي يقرؤونها غالبا أميين. الجهاز يعني قد يكون أشكاله مختلفة. هذا واش
يعني بالنسبة لك قنبلة في البيت. 64% اللي عندهم الهاتف يدخلون إلى المواقع الإباحية. في رمضان قهوة ولا أتاي مع عتيق بن شيقر هذا الأحد ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تيفي. سعداء بلقائكم مشاهدينا، مرحبا بكم في لما كنتم. إذا قلت أن الحلقة ديال اليوم خصصناها لحسن الجوار وكيرافقني خلال هاد الحصة الأستاذ والواعد عبد الواحد الباشي. الأستاذ الباشي، نعم. القصة ديال لالا رشيدة من مدينة خريبكة كنظن بأنها جزء من القصص اللي تنشوفوهم وتسمعوهم على سوء الجوار اللي ربما بدأ يظهر بين الفينة والأخرى في عصرنا هذا. أولاً، إلى ماذا يعزى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى على آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله وكفى، وكفى بالإسلام نعمة. طبعاً هو كل خلق كما بغي يكون نوع دياله، يرجع إلى ما مدى حسن علاقتك أنت بالله عز وجل أولاً. أولاً في, في, في السر، في العلن، في كل شيء. ثم يرجع إلى مسألة القضاء. كان القضاء عادل فلا يهم أن تكون أنت في دينك والأخلاقك سأخذ حقي حتما في الحين. لكن قبل القضاء يبقى الوازع الديني حتى لا نلتجئ إلى قضاء أو إلى غيره، يبقى الوازع الديني. وهذا هو الذي ربى القرآن عليه المسلمين في مكة، ربط علاقة الإنسان بربه وبعقيدته أولا. تصور معي 13 سنة من تعذيب المسلمين، 10 سنين الأولى كانت سرية 3 سنين، من تعذيب المسلمين، جميع مظاهر انتهاكات الأعراض والأرواح وقطع الأرزاق والأعناق وكل شيء، لم يكن فيها شيء يدعو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا التوحيد فقط، لا عبادة، لا صلاة، لا صوم، لا زكاة، لا أحد أحد، صافي التوحيد. احتاجت الصلاة بعد، طبعا بعد الإسراء والمعراج، التوحيد فقط. لماذا التوحيد؟ لأنه يربط علاقتك بالله، وكيقول هذا هو الحارس والوازع، يعني ذاك الدرك الصارم اللي معك، رجل من الصارم اللي معك حاضيك، ارجع هو الوازع الديني. فلا يحوجنا إلى التجاء إلى ما هو أبعد من ذلك، قضاء أو أطراف لإصلاح بين ذلك. إذن هذا هو مرض كل خلق إنسان، لكن ما بغى يكون نوع المجتمع على وجه الأرض، يا مسلم يا كافر، مرض أخلاقي وسلوكياتي وثقافتي وعقائدي وثقافتي ومعاملتي إلى معتقداته هو، ثم إلى النظام القضائي الذي يقوم بالعدل. إذا ما كاينش عدل راه ما تسول على والو، مشى كل شيء. إذا فهذا الجراء انطلقت من هذا المسألة، يعني علاقتها بالله سبحانه وتعالى ما يعني ما كايناش. يتحلف بالله، تصور إنسان كيحلف بالله باش يدير شر، تصورها، ماشي حلف بالله لفعل خير وما استطاعش او خير فوق طاقته، ولكن هذا حلف اقسم بالله تنتقم منك في باطل، اقسم بالله تنخرجك من هذا الدار بغير حق. واش كتقسم؟ يعني قسمك بالله راه ضدك، راه تشهد الله. انا اقسم بالله، اشهد الله، تشهد الله على اننا غندير هذا السوء في هذا الجار. والجار شكون؟ راه ذكر الله في القران في غير ما مره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، راه دخل في علاقتك بجارك، راه دخل الله عز وجل الحباب، راه الله دخل علاقتك بجارك في نمط من انماط العباده لله، في صوره من صور العباده. واعبدوا الله، اعبدوا ربكم، اعبدوا الله عز وجل، وبين حالات العبادة وأنواع كيف تعبد الله في الحال، بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي، وتكمل إلى آخر. وجاء في آية أخرى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وذكر وصورة الحجرات، رأى كل أخلاق. إذن هذه الأخلاق رأى كلها ترجع إما أنك تعبد الله عز وجل بها، أو أنك تعصي ربك سبحانه وتعالى. فاختر أنت، إما أن تعبد ربك بخير تفعله، انت كتحلف عليها الله تخرجها، راه انت والله ما دخلك لديك الدار الا الله باذن الله، راه الله لك دخلت باذن الله، قسمها لك الله، وانت يقسم ليها صح، اتمنعون قسمه الله عز وجل؟ والله ربي يدخلك انا والله تخرجك، شكون حقيقه. استاذي الكريم، القصه ديال لالا رشيده من مدينه خريبكة يعني المتني كثيرا، يعني من سمعت الاوديوات ديالها
أنا مني أنني نسمع هذاك الكلام على أن وللأسف لأن حتى ديك السيدة تدعي أن لها شخص ما في السلطة والزوج ديالها كذلك. أنا ما بغيتش نحن بعض النوبات كيقولوا شرح الواضحات من المفضحات، وبالتالي بغيت نمشي بالحكمة وبغينا نحاول ما أمكن أننا نوصلوا لهذا السيدة ونعطيه حلول. إلا الله رشيدة شنو ممكن تدير دابا هذه السيدة رشيدة هذه ماشي تتكلم على نهار ولا يومين ولا سيمانة، راه من نهار سكنات راه تقريبا سنتين ثلاث سنين السيدة صلحت دارها كتقول لك فين غادي نمشيو فين غادي نمشيو. الزوج ديالها بالفعل كيدير اون نافيت كيمشي بنخريب كات يشد الطريق الى اخره، النهار كله ما حضرش معاهم، تيجي حتى للعشيه هو ما تيحضرش لذاك الشيء الا القليل، وتيديروا لها هذوك المسائل غير في الوقيته اللي كتكون هي بوحدها هذه الاولى. الثانيه كيجيو كيبداو يدقوا هاد السيده درسوها وعرفوا بان هي النعاس ديالها خفيف ولات موسوسه ولات حاضيه معاهم، كل مره يدقوا عليها اش كيستعملوا واش شي عصا ولا شي عود ولا قالت لك قيله واش عصا ديال الكراطه ولا شنو، تيدقوا عليها تيبركو يديروا الطحانه مره واحده اللي تيقها الزوج ديالها. فاش فعلا بدا كيسمع الصداع فاش هبط لعند الجيران دق عليهم بدا كيتكلم معاهم بالادب كذا الله يخليكم راه حنا ناعسين وكذا ودابا الصداع وزعما راه ثلاثه ديال الليل هادي وجراو عليه جراو عليه. غادي يجي شي حد مثلا وغيطرح السؤال الاستاذ الباشي يقول لك واش ما كاين امن ما كاينش هاد الناس هادو. ملي كتجي كيجيو الناس ديال الامن كيلقاو صافي راه ما كاين حتى شي حاجه والدنيا هانيه ما كاينش دليل اثبات. هاد الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو هاد المساله هادي اللي بدات كتحيد الحمد لله من بلادنا، هو واحد كيبدا يتعنى بالاخر. نعم راه قد ما بديتي كتعنى بشي واحد كون على يقين بان راه النوبه غادا تجيك كما جات اللي قبل منك، وكنظن بانه راه كلشي واضح وكلشي شفتيه يدين له الله عز وجل. طبعا هذا اول شيء هو طبعا ما كاينش شي واحد فوق من القانون. طبعا الا ولا شي حد فوق القانون ما كاين قانون. نعم. صار قانون يعزف عليه صافي. طيب حنا غادي ناخذوا طبيعه الحال مكالمات. نعم. ربما هناك من يريد ان يقترح بعض الحلول لله رشيده، وهناك طبيعه الحال من لديه نفس هذه الاشكالات بحال سي هشام من بن احمد. سي هشام السلام عليكم. سي هشام تنقطع المكالمه ديال سي هشام. طيب شنو الحلول المقترحه لله رشيده؟ هي تتقول لك دابا انا اولا قالت لك بحال ما كذا الاوديو ديالك تقول انا ركبوا فيا الاعصاب، هاد الناس هادو ركبوا فيا الاعصاب والوسوس، انا وليت خايفه على ولادي تنخرجهم تمديهم من المدرسه ما بقيتش كنركز. وهي السيده في التعليم يعني عندها تتخدم نص نهارات نص نهار اللي تتجي فيه البيت خصها ترعى الابناء ديالها وتوجد دارها للزوج الى اخره. قالت لك وليت كنجلس وانا خايفه ما عنديش يعني هاد حاله الامان ما بقاش في المنزل وعمرها ما تحس بالراحه في اداء وظيفتها في القسم. نعم. وهي خليها ولدها او شيء من القبيل. نعم. وهي كيتسناها مشكل وخصوصا التعليم راه بوحدو راه يكفيها مهنه الاعصاب صح والتوتر التعليم الا من رحم اللي قوى الله راه هو بوحدو مهنه الاعصاب. نعم. وتجي ترجع وتاني هادو اذكياء هادو الجيران هادو اللي يديروا هاد الحاله. نعم. ما كيديروش تفاوت ما يكونش الراجل باش يخلقوا لها مشكل مع راجلها ما يصدقهاش تي هكا توسوسي تي هادي تي حتى قدر الله سمع بودنو شاف بعينه. نعم. والا راه هاد الناس اذكياء اللي جراو عليه هو انسان يعني بدماثه الخلق بالسماحه هبط لعندهم وتكلم معاهم بشويه وهي تتقول لك ودي راجلي ماشي داك اللي زعما ينوض ويضارب وكذا كيقول لها صافي الله يسامح اللي دار شي حاجه غير خليه الله يسامح كيسامح في حقه. هو الانسان يكون حمل وديع وسط اهله وابنيه وزوجه لكن لين وسط الاهل لكن اسد. نعم صحيح اسد جائع. نعم. عندما تنتهك بيضه بيته عندما تنتهك حرمة بيته أو يساء إلى أهله الزوج شكون اللي يحميها؟ صحيح. وتولي تقول لك أنا هادو كانوا واخد راجل مونيكا شنو؟ خليه يترجل شوية ياك أسي يترجل شوية يكون سلاح والله ما عرفتش يكون سلاح. صحيح. حيت كاين تي شحال واحد تيقول لك خسرنا معاه باش تقاد خسرنا معاه باش هو تقاد ما حدنا مقادين ما راه كيبقى لك هذا يتخذ الطيبة خلق ضعف. نعم.
نعم نعم. لا بعد النوبات كاين شي ناس اللي خصهم يتحركوا صنادو وتتبين كما تنقولوا حنا بالدارجه، واخا انا شخصيا يعني على مستوى السلوك ضد هذه المساله هذه، ولكن بعد النوبات كاين الناس كيفهموا بالعين الحمراء. راه اش كنقول لك، راه ياك حنا كمونيين يزعم الله بالسلطان ما لا يزعم القران. نعم لا بد من ياك حنا كمونيين استاذ البشي. انا شو كنجمع راسي انا باش من حتى لا استثني وذكر نفسي قبل ان اذكر الاخرين. نعم حنا كمونيين تحكوا على طول. طيب نمشيو ناخذوا شي كمون تحكم يعطي شوف خصها يكون الكمون منقي مزيان. عرفتي اش كنهضر على النقاوه زعما الاصل، زعما الاصل يكون مزيان صحيح. طيب نمشيو ناخذوا مكالمه من مدينه الرباط عند لاله ناعمه. مساء الخير. وي سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على هذا البرنامج مزيان سيدي. مرحبا. شكرا سيدي الله يكبر بكم. عاش مبروكه بسبع الف صحه وهنا وسرور يا رب. الله يبارك فيك. جيناكم وقت الفطور نتوما كتكونوا مبرزطين وقيلا وحنا كنونسوكم على لاله ناعمه. ما شاء الله عليكم والله الا احسن برامج هي هذا. مرحبا. يعني بدون شك بالله العظيم مع الصيام كتصعب شويه الذاكره. انا نعطيك غير نموذج على هذه السيده اللي كتظلم الجار. انا كخبره عندي، انا سي انا عندي تكنيك في تزله المغرب، وكان وكان مهم كان لا ما تقولي الاسماء لا يطول لي عمرك. مشاكل موظف وداك الشيء راكم كنا كنعانيو، ولكن كيعرفوني كنعس في 10 ولا 10 ونص، كيجيبوا عائلتهم كلهم بحال الحديد فوق راسي. شي الحديد شي لا شي لا كشتي شدي شي طابله ولا شي حاجه ديال الحديد وكديرها فوق راسي بالضبط تماما. بون عانيت عانيت عانيت، كنت كنقلب كاع باش باش نرحل وداك الشيء بورتون عندي المقهى ديالي بعلينا قريبه ليا الشغل وداك الشيء. ولكن سبحانه وتعالى كنت قبل الفجر كندير دعائي وداك الشيء، والله يمهل ان الله يمهل ولا يهمل. سبحان الله. دازت واحد الشهر شتو اولا، دازت واحد شهر اخر كان واحد اسبوع عند واحد الجاره مشيت لعندها تقات لي راه ماتت هذيك الظالمه اللي كانت فوقي ماتت. لا اله الا الله. يا ريت هاد الناس اللي ظالمين الجار يسمعوا هذا بالله علي، وهذا الشهر الاعظم اقسم لك يا وباقا صغيره. انا استعجبت كيفاش ماتت، بقيت كنسولت لقيت واحد السيده في الصالون قالت لك حقا، قال لها راجلها مرضات سيمانه مشات عند الله. ان الله يمهل ولا يهمل. حذاري اللي كيتعدى على الجار، حذاري اللي كيحضر اللي كيحقر العباد. نعم. حذاري اللي كيحقر العباد. غير هو مساله ديال الدعاء هنايا لاله ناعمه. نعم. مسألة ديال الدعاء، انت كتدعي الله سبحانه وتعالى انه يفرج ويلقى لك ويلقى لك الحل، حيت حيت كاين واحد النوع اللي عرفتي شنو كيدير في الدعاء، كيدعي على الاخر هو معاه في مشكل وكيدعي الله يطيره، هذا لا يجوز. الحالات ياك استاذ الكريم. نعم. مع الصيام هادو داروا لي اكتئاب، صولا لي اكتئاب وتندير عليه زي كتب باش كنعرف القران والحمد لله وبشر الصابرين زعما الحمد لله. الحمد. ان الله يمهل ولا يهمل. نعم. والله طال الزمن وقاصر خير المنتقمين. كاين الله هو خير المنتقمين. المفهوم من المكالمه ديالك والشاهد في القصه هو الدعاء والصبر، الدعاء المقرون بالصبر. طبعا الدعاء والدعاء ما نقولش اللهم انتقم من جاري اللهم شتت شملها الله. اللهم اكفني شره واذاه بما شئت وكيف شئت، خليه منه المولى. يا ربي كفيني شر جاري وبعد مني الشر ديالو بما شئت وكيفاش كيف شئت، فإن علم الله في قلبي خيرا هداه التي أحسن، وإن علم الله أنه لا يمكن أن يتراجع هذا الإنسان فقد يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. نمشيو نوصلوا المكالمات الهاتفية لو سمحتي الأستاذ الباشي، ناخذوا بطبيعة الحال نوصلوا مع الموضوع. سي محسن من سطات، مرحبا. زكريا خويا. سيدي محسن. كلشي مزيان. الله يحفظك ويجزيك مرحبا، تفضل. الله يحفظك، الله يعطيك شي حجه انت واستاذ الباش. ان شاء الله وتكون معنا مع الوفد ان شاء الله يا رب. حجه والله. والله. نعم؟ اش قال الاستاذ؟ وانا مع قال لك واش حجه ولا حاجه؟ الله يعطيكم حجه وقصر في الجنه بجوج. يا ربي امين، شوف ما بغاش يعطيك الحاجه. محاجه غدخل اليوم السي الباش. الله يطول. المهم جيت تفطر معايا، تفضل السي محسن. الله يحفظك خويا، عندي تدخل في الاخت فاطمه ديال البارح مسكينه الله يكون معاها. اييه الموضوع ديال لاله فاطمه اللي بين نارين، يعني الام ديالها اللي مريضه بالزهايمر وبغات وكتفكر انها تديها لدار المسنين لان ما عندها شيء كيفاش تدير لها. مسكينه انني اخيرا ما دير هو دار المسنين ياك، ولكن عندي جوج الحلول في الاول اذا كان ممكن حسب الساعه ديال خوتها. اول حاجه خويا
عطا الله تقدر دير الحلوى وتبيعها للناس، تقدر دير المسمن وتبيعها لهم الحوانت للناس. داكشي اللي قالت لي على الملكة البارح. نعم هذا الاحتمال الاول ياك. الاحتمال الثاني اخويا الاخوان ديال الله يهديهم اذا كانوا شويه حالاني سوره كل يعطيها شويه وقد قبل المار هي يحصل لها من بعد العجزه كيف ما كان الحال. انا هو هذا هو التدخل ديالي والله يسمح لها من الوالدين. يا ربي امين. وبغيتك قبل ما تمشي دير لنا تحيه بتمازيغ. تنمرت منك. الله يبارك فيك. شكرا لك اكيد جربك. شكرا. الموضوع ديال 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 فاطمه بالامس هذا كان هو المقترح ديال السي محسن، هو نفس الاقتراح اللي كانت قالت ملكه على انها، وجاونا فيه رسائل كثيره يعني في التعليقات. الملكه راه تمشي الضهر عرفت انا زوجتي هذيك ملكه غير هي زوجتي اللي تابعه لي تابعه لنا. الله يحفظ لنا ملكة. الصوت ما عرفتوش تبدل عليا مسكينة. الله يجزيها بخير. مرحبا بلالة ملكة. مرحبا بالأسرة بطبيعة الحال ديال الأستاذ الباشي. غنواصلوا المكالمات الهاتفية. غادي تضر أمامكم الأرقام بطبيعة الحال هي دي أمامكم. الناس اللي كيتبعونا عبر الميديا، الناس اللي كيسمعوا الراديو متتبعي شادا اف ام، مرحبا بكم. طريق السلامة إن شاء الله توصلوا في السلامة والعافية، واللي في المنازل ديالهم السيدات والانسات وكل من كيساعد حتى الرجال راه بداو كيوجدوا الفطور حتى هما. شنو تبارك الله كاين الحداقه راه كاين اللي شافت تبارك الله اللي كيوجد الفطور بطبيعه الحال. تقول لكم مرحبا بكم في برنامجكم ما خاب من استشار. حنا يوميا معكم طيله الشهر الفضيل عبر شاده تي في وكذلك شاده اف ام. الرقم بالنسبه للناس اللي في الاذاعه 0522 36 83 03. أعيد الرقم 0522 36 83 03 أو 04. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم الهاتفية، مرحبا بالأسئلة ديالكم. الموضوع ديال اليوم والقصة ديال اليوم اللي كنتكلموا عليها قصة رشيدة من مدينة خريبكة اللي كتقول بالحرف هكذا قهرتني واحد الجارة اللي بغت تجرجني بغت تخرجني من داري، وأنا يالله شريت هذيك الدار. هذيك الدار جمعنا فيها انا والزوج كما تيقولوا دوير الزمان، تجمعنا حنا بزوج وخدمنا المده ديال 15 سنه، الزوج ديالها 20 سنه وهي 15 سنه وهي تتشتغل. ملي جمعوا هذيك البركه شراو بها واحد الدويره، بالتالي ما لقاوش فيها الراحه ديالهم. راحتهم نعم. والحل راه لابد من الحل انه راه كاين طبعا. نعم. والحل هنا هو اثبات هذا الضرر. من ناحية القانون يثبت الضرر باش يكون عندها سند. ولا بد من زجر هذا جارة السوء بتدخل بعض الجيران. مش من الجيران اللي كيحترموا من الناس الاخرين ان كانوا يحترمونهم، لان كاين من الناس ما كيحترموا حد. يعني قاطعين كيف تقولوا قاطعين يدوم الله يدوم الله. ولكن يجب ان لا نسمح لها في التمادي. صحيح. ما خصناش نسمح لها في التمادي. والجار راجل راجل قلت لك خاصو يكون سبع. نعم. ولا راه يخربوا لي خاصو يتدخل. صحيح خاصو يتدخل باش ما كان. صح. وبالعكس يساند الزوجه ديالو ماشي يساند ينصروها ماشي يساند راه يقول لها تحازي الله خليني انا. نعم. في وجه التنور. نعم. خليني مني ليه. فباش ما كان يسعى لاثبات يسعى شو وسيله الاثبات شي ديال المصلحه الاجتماعيه تكون. نعم. عنده باش. نعم. تسمع ولا مفوض قضائي او. صحيح. اي شيء لابد. صحيح. لابد باي طريقه من الطرق. الكاميرا تصوير اي شيء. اسمع لالا ملكه تبارك الله. اسمع لالا ملكه زعما راه موراك سبع. والله يجعلنا كذلك. يا رب امين. وراه هي سبعه تبارك الله ان شاء الله. لابو ان شاء الله في الخير. طيب نمشيو ناخذوا سير بورقادي من فاس. سير بورقادي مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. بارك الله فيك. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك. من الجميع. اهلين وعليك تفضل. الله يديم اخلق. يا رب امين. امين. ثانيا الله يرد الجيران القديمه اللي كان سالت بها خيزة تاريخ. الله الله. الجيران القديمه اللي كانوا والدينا كيخليو لنا نعش جاره وكيمشيو يسافروا. والله المحلول. وكانت وكانت الوالده تخلي لنا السوارت عند مول الحانوت وتخلي لنا عند مول الفرع وتخلي لنا. وكانت الثقه ما عمرو قعد شي حاجه. وليت غنقول لك واحد الكلمه خي زكريا. انا دابا شريش قلنا واحد الحي شعبي ياك. نعم. الصبر ديالي رابعين معايا في هذا الحي وقيلا شي سبعه ديال البنات والولاد. تبارك الله. اللي رابعين معايا. الله الله. اش من حومه هذه السي البرقادي؟ اش من حومه في فاس؟ اش من حومه؟ شريج قناوه في فاس. شريج قناوه. الله الله. شريج قناوه راه فينا واحد باب مفتوح. نعم. ناحيه باب مفتوح. المرات تخلي غير ولدها كيبكي عند الجاره كنجوزو تردعو. نعم. 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 دابا هاد الجوره ديال هاد السيده اللي كنسمع انا ربي يهديك السيده اللي حداها الله يهديها. نطلب من الله يحنن القلب ديالها.
الجرة كنا شحال هذيك يقولوا الناس اسول على الجار قبل الدار. قبل الدار صحيح، قبل الدار ياك تمشي للحي وكتسول. انا جو هاد الايام والله العظيم هذه 3 ايام شي ناس يسكنوا في الدرتين هنا عندي محل ديال الخياطه في واحد الدرت. ايوه على واحد الدار كيدير هاد الدرت كيدير كذا. قلت لهم شوف اسال الدرب نيمير واحد جيران هنا نيمير واحد، ولكن انت هي اللي غتفرضي راسك على الجيران. الا كنتي مزيان انت راكي غادي تلقاي الناس مزيانين معاك مزيان، ما كنتيش راه غينفروك. وفكرت لها حتى داك السنسار شقلو فعلا. قلت لها شتي هاد الدرب هذا راه خالقه فيه المراه ديالي اللي مزوجه انا دابا بها 47 عام تبارك الله. وحنايا الجيران ديالي يا ودي اخي زكريا وراني في الحومه ديالي راه تيعرفوني العدد الناس. أنا عمري دابس مع شي واحد بالحومة ما شاء الله. الله يعطيك الخير. ما عمري درت شي أذية في الله يعطيك الخير. الواحد هو اللي يكون هكا سميح. علاش جرت لي أذية جار؟ علاش علاش؟ القلب الكبير، القلب الكبير. وحنا الحمد لله كلنا خوت وكلنا حباب. ما عرفش والله ما عرف أخويا. دابا في نظرك هاد لالا رشيدة من خريف كاع شنو ممكن دير؟ دابا هاد الناس هادو قهروها كي تيقولوا بهاد المعنى. أنا لو كان قلت معاك في الكلام أنا كان واحد جوج جيران ديالي راه 20 عام هما تيتقاتلوا. 20 عام والله الا 20 عام جا الدار لا تقال الدار. داك الشيء السحور وداك الشيء ديال هذا رمضان اللي داك سخر الله جمعت واحد السته ديال الناس من الحي ومشينا دخلنا عليهم وجا عيطت للمقدم ديال الحومه وطلبنا وطرحنا عليهم شنو كان خصهم يديروا واحد الصور بيناتهم. هذا الصور بيناتهم ولا يحب داك الصداع. ما قبل ما حد ما قبلش هذاك الشيء اللي ما قبلش قلت له مصلحه ليك انت اكثر من هذا. وحكمنا على وحكمت على ذاك الناس الاخرين داروا لهم الصور وداروا لهم الدروج وداروا لهم بيبان. دابا ما عاودوش وقع لهم صداع اليومين هذا خويا زكريا سبحان الله سخر الله والله. ايوا دخلتوا بخيط بيض الله يعطيكم الخير. والله في ناس اللي دخلوا انتم اخويا لعندكم شي هذا ان شاء الله نطلع نسات نجي لعندكم سنة. مرحبا بك مرحبا بك اسيدي البرقادي. اسيدي زكريا الله يكبر بك الله يخطيك تحياتي. وهذا يعني انتم امتثلتم تحقق فيكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الاصلاح ذاتي البين خير من القيام ليله. مثلا انت انسان معتاد كيقيم الليل ماشي الصلاه المفروض لا قيام الليل، لكن جاك واحد الظرف ان واحد الليله خصك ناس مخاصمين تصلح ذات بينهم زوجين او جيران او اصحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك تمشي تصلح خير لك من كتبقى تقيم ديك الليله، حيت قيام الليله هي مصلحتك انت مع مولاك. اما اصلاح ذات البين مصلحه الناس والسعي في قضاء حوائج الناس من أعظم أقول من أعظم أعظم العبادة لله عز وجل. إذا هذه الجارة تنتمنى الله سبحانه يسخر لها شي موزة ضخيمة الجيران كيف قال سيدي الله يجزيه بخير يديروا هذا الشيوة غديوة يجمعوهم بجوج ويخاصموا على المدن بلاتي أحسن بلاتي أحسن أو لم يجبدوش الموضوع ديك السعي إلا بلاتي أحسن ويتكلموا كذا. المهم يحاولوا يقربوا ويضيقوا ديك الهوة بين الجيران وامر ما ساهلش راه ما ساهلش باش تقنع واحد صحيح. تقنع واحد كيشوفك عدو حرمتي بواحد الفرصه اللي اختها كانت غتجي تسكن هنا او شبه القبيل. من قال ان اختك كانت غتجي تسكن هنايا؟ من قال الله وقاك شر اختك ولا راجل اختك ولا خوك ولا مرت خوك كتوليو جيران وديما مخاصمين مضاربين وتولي صلات رحم مقطوعه وانتم جيران وتقدروا توصلوا فين المحاكم وانتم رحيم فتزاوروا ولا تجاوروا الرحم تكون الاحسن تكون فرقة. فهذا التدخل هو الاول هو الاول ويكون الراجل اللي خصو يسعف هذا الامر يتكلم مع جير تقار زوين تزاوروا كما قال عمر تزاوروا ولا تجاوروا بالنسبه لاهل الرحم. طيب نحرر مكالمات اخرى. سي محمد من مدينه وجده وسي علي من اكادير خليك معنا طبعا الحال غادي نرجع لك. سي محمد طيب ناخذ سي علي. مرحبا بناس اكادير تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله سي علي. كيداير سي الاخوان لاباس عليكم؟ الله يحفظك يا بابا علي مرحبا بك تفضل. بارك الله فيكم. علينا وعليك. بارك فيك سيدي. الاخ معك الاسم ديالك كذلك بخير؟ الحمد لله لاباس عليه الاستاذ عبد الواحد. السلام عبد الواحد يا سيدي نشكركم على البرنامج انت تسمعكم قاعدين حنا. تفضل الا بقيتي تسلم بزاف غير سالي البرنامج تفضل. مع الجار من الجار حق الجار على جارو. اياه. قال بحال الثانيه حق الجار على جارو. الانسان الجار دائما خصك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجار حق الجار دائما يسالك الحق. يسالك الحق في الزوره وفي المعامله وفي خير وسميتو الانسان تصبر ليه وخا صبر شويه كيصبر ولكن عاون الانسان
عمرو وقعت لك شي عمرو وقعت لك شي حاجه شي مشكله شي قصه وقعت لك مع شي جار سي علي؟ انا كاين نيت سبحان الله العظيم ولكن عادي كان كل جار وكان نوصل جار وشادين وزرنا نيت جنب ديالنا نيت وكنقول الله يهديه شنو كان كيدير هذا الجار هذا شنو كان كيدير؟ شويه تحرش شويه من جهه من الجار ديالك من زمي ما كيحترمو يعني الاحترام ماشي زعما يهرجك في المسائل في السكنه في المسائل الانسان الانسان من الحيوط ما كذا الناس راهم جيران وكيفاش دابا هذا الشيء باقي مستمر ولا صافي ساليتي مع هذا الشيء؟ مستمر نوبه هاك وحنا صابرين وانت راك صابر صابرين مره تغض الطرف ومره تتغافل وكنديروا الصبر هكا ونعاونوا هنا بالجنيه هكا ديما ربنا ولا على وعسى يحكم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان شاء الله اللي خطيك السي هذاك الشيء اللي كاين انا كنشكرك لان الصبر هو كل شيء الصبر مفتاح الفرج شكرا لك السي علي كنتي معنا من مدينه اكادير وطبيعه الحال مازالين في استقبال مكالماتكم الهاتفيه وناخذوا طبيعه الحال المداخلات ديالكم او ربما بعض القصص المشابهه ديال لاله رشيده او اللي عندكم حلول اللي ممكن انكم تقترحوها على لاله رشيده من مدينه اخريبكا الاستاذ باشي تكلم لينا السي البرقادي على الجار ديال زمان كان تيقول لك عار الجار على جارو اختار الجار قبل الدار الرفيق قبل الطريق الى نعم. الى الى شي واحد كما تنقولوا كنعرفوا الان هاد لا نوفيل ستركتور اللي كاينه دابا ديال الديور اللي كاينه حتى الفيزافي ما كاينش نعم. الفيزافي ما كاينش يعني واحد الى مع راسو الى بغى يبدل كيلقى راسو خصو يسد وخصو ديما يضرك ويتستر الى اخره الان نعم. هاد لا ستركتور اللي كاينه دابا ديال البني الباب على الباب كاين ربما الجار ما تيشوف جارو من بعد عام الا تلاقاو شي نهار في شي مشكل ولا في السطح ولا في العيد هذا الا كان كيعيد تلاقاو في الدروج ولا تلاقاو في الدروج كاين بعض النوبات راه كنعرف ناس كيتلاقاو في الدروج السلام عليكم ما كتسمعش كتسمعك شي واحد كيدوز كيدير لها يس اقول السلام عليكم انا شخصيا اللي تلاقيت مع هذاك الجار اللي كنقول له معكم السلام عليكم ملي ما كيسمعنيش او كيدير راسو كنعاود نقول السلام عليكم حتى كيولي هو من بعد كيتسنى لي نجي كيقول لي السلام عليكم زعما راه ديك المره راه طافيت هو في الحقيقه بعض اذى الجار وبعض سوء خلقه ممكن تحمله نعم. إذا كان ممكن التحمل ديال بعض الأخلاق السيئة من الجار نصبر ونداري بالتي أحسن نعم. ما نخش العيب تيقولوا المغاربة تلي العيب والاخر صافي ما نخش لأن هذاك السوء الخلق يقدر يكون فيا أنا وقدر نكون أنا وأسبابه نشرحوا أستاذ هذه الجزئية هذه المرتبطة ديال تلي العيب لأن كاين اللي غادي يفهم العيب هو النوض نضرب معاه أو لا كتكلم لي يا أستاذ على نصبر ونتلي العيب بالنسبه لنا حنا حيت الا سميناها العيب هي ديك ونمشي ندق عليه ونطلب منه نقول الله يخليك راه هادشي اللي كدير فيا راه انا صبرت عليه حيت كاين اللي غيفهم هذه هي اللي نتليها هذاك اللي كيفهم هذا هو العيب لا النصيحه دائما عمرها ما كانت عيب ولا ويل وانما العيب اللي هو قد يكون عيب بالنسبه للجوار دعيته محكمه مثلا فهمت هذا مثال بسيط نعم ف انا كنحاول ندقق في بعض الامور باش كنبسطها الله يجازيك لان شوف استاذي الكريم انني اتعامل تماما لان هذو فيما تخضر قالوها راه تحملوا حنا المسؤوليه صحيح هو يمشي للدار ما يمشي يحملوا حنا المسؤوليه فهناك اخلاق سيئه اللي يمكن يتحملها الانسان قد تكون حتى في ولدك في زوجتك ولا المراه في الزوج ديالها اخلاق سيئه ممكن تحمل حتى بين الزوجين كاين اخلاق اللي ما كتكونش فيها في المراه ماشي هي هذيك الراجل كيتحملها او في الراجل المراه كتحملها ولكن كاين شي اخلاق اللي ما يمكنش لا يفرق مؤمن ومؤمن اذا كره منها خلقا رضي آخر. اخر ولكن اذا حرارت العيشه بين الزوجين او بين الجار والجار هنا يلتجا الى الحكام الى القضاء الى عمل لا يلتجا الى العنف الى العنف يعني المضاربه والعنف لا يدا لي انت الا بخير راه شي غير في السبيطار شي في الكلينيك شي في الروضه شي في الحبس وكتولي تقول كنا بالليله مع وليداتي هاني نصبر فبلاتي يحصل لكن الصبر في غير ما ذله الصبر ماشي ذلني ماشي الانسان يدلك ويضغط عليك خصوص ملي كتتعلق الامور بالعرض عرضي عرض زوجتي وليداتي وبنياتي وبالصحه ديالي ودير وليداتي لان كيتهلك صحته مثلا فهاد الامور او انه كيضطرك تسهر يبقى يدق عليك ويسهرك هذا وهذا الشيء اللي طحت فيه لاله رشيده مازال يبقى يدق ويضرب راه ممكن اثباتها
نعم راه يمكن تطلب من القاضي او كذا او كذا يجي واحد في الحد اللي خصو يبقى يدق ممكن اثباتها اما تتصعب نوعا ما ينتقل المفوض القضائي من اجل معينه مجرده في اطار الماده 15 كاين شويه كاين شويه ديال الصعوبات كاين بعض الصعوبات كيقدر يكون شهود المفوض عنده واحد الوقت اللي ما خصوش ما عدا الا خرج يكون شهود من الجيران بحكم ديال رئيس المحكمه بطبيعه الحال باذن ديال رئيس المحكمه عفوا اسمح لي استاذ نحرر المكالمات لانه الاخوان تيقول لي راه مكالمات كتنتظر غادي نمشيو عند سي محمد من بن حمد سي محمد مرحبا انقطعت المكالمه زهور من بني ملال سلام تسمعوني كنسمعوك انا زهور تفضلي بغيت انا بغيت بقات هذه السيده ملكه من خريبكه بغيت رشيدة. نقول ليها رشيدة بغيت نقول ليها تواجه تهبط ليها تهبط ليها نتفها حسيت بك انا حسيت بانت ليا قالوا لي يدي نخرجوا خير وسيله للدفاع هي المواجهه خير وسيله نواجهها ونريحها ونتفها ونضربها باش تعطيني الدفاع وراه هي هذا الشيء بلاتي انا نمشي معاك في هذا السيناريو هذا باللي بغيتي لالا زهور ها هي مشات لعندها ومتفاتها واخا الا حدثت فيها شي ضرر في الوجه ديالها هذاك الهجوم ديالها كتعرفي الهجم كيقولوا حنا بالدارجه كيقولوا الهجم متشرع راه هنا راه غادي تولي في نزاع ديال تبادل الضرب والجرح واش قال ضدها هجمت عليا ما غاديش ندخل عليها لدارها غادي نخليها حتى تجبدني حتى تجبدني عاد نخرج ليها وانت قلتي لي تمشي تهبط عندها راه قلتي لي تنزل ليها راه الا نزلت عندها ودقات عليها راه هاجمه عليها ما غاديش ندق عليها خاصها تجبدني هي هكذا ونزل في الباب ما غاديش ندخل عليها لدارها سنها تخرج سنها تخرج نقول لك انت امراه اجي واجهني اجي تنادفو صافي هادشي اللي كاين ما نقولها كاع لراجلي انا ما نقولهاش لراجلي كاع واش بيني وبينك تيبان لك بانه من الطبيعي اننا نواجه الاذى بالاذى واش ممكن يتحل الاذى خير وسيله للدفاع هو الهجوم واش انا تبقى انا غالب عليا مرا بحالي بحالها واخا هذا الراي ديالك انا عندي جواب اخر لا لا هذا الراي ديالي وانا هكا دايره هذا الراي ديالك نعم هما راه قلنا قبيله لانه شحال واحد خسرنا معاه باش تقاد فهمت ولكن ديما كي قلتها تيقول المغاربه نؤخر العيب والاخر شيء اخر وسيله اخرى زوينه قلناها هي ندير شهود من الجيران درجه اولى الناس شهود من الجيران باش يشهدوا الواقعه صحيح باش لان اي تصرف غنديروا مع هذيك الاخرى ممكن هي تقلبوا ضدي هجمت عليا قالت لي في الدوش دارت ضربتني هاتا ودخلت مشي تقمش راشه او جرح راشه وتقول لي راه هجمت عليا ودارت لي ايوا غتولي انت في الحبس تولي انت امام القاضي تولي انت المتهمه تولي فتكون الرابح المنتصر وكسا تفرزك بالولاد وبالراجل وبكل شيء صحيح صحيح فلاش هادشي كلشي والراجل عاد الراجل اتجه داك لهادشي ولينا دابا في المحكمه ولينا واش ندير خدمتي ولا ندير هكا راه كما قلت راه فقه النهي عن المنكر ما ساهلش انا كان شي منكر غنها عليه ادي له منكر اشد فكيدخل النهي عنه في الحرام ما نديروش لانه سيؤدي الى ما هو اشد ولكن هذا ليس منكر سانهى عنه هذا منكر ادفعه عني بحال واحد مثلا نيت في الجوار نيت فساكن معاك في الموبل ولا في العماره كتشوف بانه عنده واحد سوء خلق معين نعم تيدير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك جيتي تدخل عاد ما غادي يكبرها لانه هو من النوع اللي بين قوسين تيدير ديك كريز سوماتوفورم يعني بالهستيريا نعم هذا النوع هذا راه تيقلب دائما على لاكومبليسمون دو سوا تيقلب على انه خصو يبان ويجيو الناس ويطبطبوا عليه ويقولوا وصافي والله يهديك وشكرا واسمح لينا الشريف يخصو يعطيه المقام العالي باش هو يلاه يرتاح وخصو يبين دائما بانه راه هاد الناس هادو ظلموه وشوفي انا داخل سوق راسي ياك اسيدي انا فرضا مثلا الا كان سكير ياك هادشي تنديرو في داري مشغول حتى شي واحد حتى شي واحد فيها فانا قلت الحل الاول الطريقه الاولى هي الشهود من الجيران وهاد الشهود ملي يعرفوا غيدخلوا الشهود اللي قاضي حيت كاين المصيبه كاين شي جيران لا خو واش داير هادشي ما يضرب راسك منك ليه وراه غدور دور رجع عندك الا ما كانش هو يسلط لك على غيرك لانك لم تنصر اخاك لم تنصر ولو يشهد الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي اشتد غضبي على من لم ينصر مظلوما لا ناصر له غيري وتقدر تنصر الله الله فكتولي انت اشد ظلم من ذاك الظالم ذاك الظالم لان السكوت على الظالم اخطر انواع الظلم السكوت على الظالم اخطر اليهود دابا في فلسطين فسكتوا عليهم راهم يقتلوا يستبيحون اصبحت الاباده هذه المساله ديال الجيران قبل الجيران بكري استمعت الى يهودي
يهودي من المناهضين الصهيونية الإبادة، مناهضين زعما تقول مسلم، مسلم غيور مش مسلم، مسلم غيور. وتيحكي تيقول لك انا شي في القناه تيقول ان احنا اليهود ما عشناش الامل الا لما عشنا مع المسلمين. نعم قل في تاريخنا كله والله جوار. والله ما 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 عشنا في امل. والقصه في التراث، قصتنا مع في السيره النبويه داك اليهودي مع الرسول، اليهودي مع الرسول عليه الصلاه والسلام، هذاك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قال لك انا كنت فاس. نعم فاس ساكن تما في الحي وفي المسلمين مغاربه وكل شيء، وتيعاود على الطفوله تيقول لك كنا كنجيو مدرسه او الخدمه ما كنلقاوش من كي تعلم شي حاجه او مدرسه ما كنلقاوش الام ديالي كتدخلني جارتي المسلمه وناكل مع ولادها في الطبله. الله وانا يهودي عارف كنا في الطبله معاهم وعايشين زوينين بخير سبحان الله. كان تعايش المغرب الحمد لله كان دائما نموذج لهذا التعايش هذا. ما قاريش ولكن على الفطره عنده وعي. حيت فرق بين قاري مثقف وبين واعي. صحيح عنده وعي. نمشيو نحرروا مكالمه سريعه. توفيق من الدار البيضاء. سي توفيق السلام عليكم. توفيق الو السلام عليكم. توفيق تفضل. وعليكم السلام سيدي، نشكركم على هذا البرنامج. اهلا وسهلا. عندي انا صمت المداخله كانت قبل مني، انا تنشاط الراي الاسري، اختي كانت قبل مني. خير وسيله للدفاع هي الهجوم. علاش انا عشت التجربه؟ عشتها شخصيا. انا واحد الجاره عندي كانت متسلطه بمعنى الكلمه. يعني عشان نقول لك سبب بسيط تافه، يعني واحد سبب بسيط جبدت الصداع معايا. درت باب ديال الحديد بارطما ديالي. وهي ديجا دايره باب ديال الحديث في لابارطما ديالها، ما عمرها هضرنا شي 10 سنين وهي دايره. نهار درت الباب ديالي كتتحيدوا. علاش؟ قالت لك بغيت. قلت لها سيري تيجي راجلك ونهضر معاه. قالت لك لا انا اللي نقول لك. هي اللي جبت كوموندي. صافي انا غديت الطرف وغديت شنو نقول لك، حدث راسي لاقصى درجه. عيطت للقايد جا حيد الباب، حيد لها الباب تاع هي ما هضرتش. مشيت درت التزام بما ركبتش الباب ديالي، حيدته ركبت باب ديال تركيا دوك ديال ما لقات ما دير. مشات دارت شهاده طبيه، زرقت عينيها وزرقت فيها وضربت شي حاجه وقالت لهم تهجم عليا وضربني. ما عندهاش شهود. زيد الجيران كلهم شاهدين ليا من هي طاغيه. شي واحد ما بغيش يشهد. ما عندهاش شهود في هذا الشيء اللي دارت. زيد صافي دارت شهاده طبيه، مشات دفعتها، جاو البوليس بغاو يعتقلوني في 21 يوم. منين جيت انا الجيران باش يشهدوا ليا، حتى واحد ما بغاش يشهد ليا، خايفين منها. قالوا لي خليتها نهضروا مع راجلها. مشاو هضروا راجلها، قال لهم منها ليه تخسخا ولي تخسخا بيناتهم. بقينا طالعين في المحاكم، نطلع نزل درت كاميرا في دار الدار. واحد التغرى هذه راه تغرى قانونيه كاينه هنايا باش انه يتعتقل بلا ما بلا شاهد اثبات، ان غير يجي شي حد يتبلع عليك. هضر من بين الثغرات على اين كمل السي توفيق. شهد لي المعلم البنائي اللي كان تيصبوا في الباب هو اللي شهد لي. هو الواحد اللي شهد. اما الجيران كلهم قالك عارفين الطاغيه ولكن ما نقدوش خلينا بعد. قالت غدا نتصالح معاه. نعم درت كاميرا فوق الباب ديالي. نهار ثلاثه مشات دارت شكايه في المحكمه، قالت لهم تيجسس عليا قاضيني داير. مشينا محكمه ابتدائيه سعاده الرئيسه عقدت بها، قالت لي تفرقي على السيد شنو باغا. قلت لا قلت لها خليه عليك. يعني لدرجه بقينا واحد ثلاث سنين وانا طالع نازل المحاكم قوه الدعوات بلا فايده. تيتحرش فيا تابعني تيدير تخرجت على خدمتي انا غادي نفهم. لا لدرجه بعت داري، بعت داري وتحولت على قبل ما كنتي كتشتغل سي توفيق وتخليتي على العمل ديالك. يا رب رب العمل قال لي راه ما عنديش الربح كل مره غادي المحكمه غادي. الله اكبر. يعني عندي عندي ممكن اشد لي في ضرر خطير. حسبي الله ونعم الوكيل فيها لدابا. ما عمري اديتها ما وباقيين باقيين مجاورين باقي قدامك. لا بعت الدار وهربت وتحولت لبلاصه واحده اخرى على قبل. لا اله الا الله. دار الليلة تي كنت زعما بيت الزوج ديالك مثل ولد العاش اللي بديتهم. واضح. صلحتي وقع شي حوايج لكن الحمد لله. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعوضك بخير. الله يعوضك بخير ان شاء الله. السيدة اللي قبل مني المداخلة كون خرجت عيني في الاول وخرجت عيني كون ما تصور. تقول هذا قبيح هذا طاغي هذا غادي تلبس. نعم نعم. كنت لحقت عليها مرتي ما لقاتني انا ومرتي الزوجة ديالي ظريفة. نعم نعم. هذا شي عشان شي نوع بحالك خاصه العين الحمراء عان شي يطاق واخا سيدي توفيق تجي غادي يجيب الحيط ما راح يحضروك. نعم نعم. شكرا لك سي توفيق على خطيك. مضطر انا غادي نخرج الفاصل. كنقول لك شكرا. سنعود مشاهدينا الافاضل في برنامجكم ما خاب من استشار. فاصل ثم نعود ابقوا معنا.
شادة تي في تقدم في رمضان. قد هل هلال شهر رمضان شهر الرحمة وشهر الخير. دندنة مع عماد سيفي مع يونس نشطان. الدنيا راحة نفسية، فرصة واحد المحطة من المحطات اللي الله سبحانه وتعالى كيكرم بها المسلمين. وزكريا الزيرك. كاين أصوات اللي مخفية، لو أنها تتصل الفرصة وبنت ستفاجئ العالم. وبمشاركة يوسف بن حجو. طيب كيفاش كانت البداية؟ شكون اللي دخلك لهذا المجال هدف؟ أنا باش بديت باسم القرآن، إذا على أن الوالد كان كينتمي للملحون. هذا المساء ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تي في. شادة تي في تقدم في رمضان. مرحبا بكم، برنامجكم المسائي قهوة لأتاي. قهوة لأتاي مع تيق بن شيقر هذا الأحد مع مصطفى أبو سعد. واش التدين عند المغاربة هو شبيه التدين عند كل مسلم؟ في تدين بعض الدول، التدين هو العين بالعقيدة، أمور العقيدة والحوار حول العقيدة. المغاربة عندهم هذا الأول، يبحثون عن القلب السليم. الأمر الثاني التعاون والتآزر بين المغاربة. ولعل المغاربة ضربوا مثلا لا نظير له في تاريخ البشرية، لا أقول في تاريخ العرب. عندما وقع الزلزال قام المغاربة كلهم وكانوا أقوى من الدولة. المدح يكاد يغيب ما بين الوالدين والأبناء ديالهم. وأنا أعتقد الأب والأم اللي ما يمدح أبنائه 13 مرة في اليوم، وأنا وزعته إلى 3 أقسام كبرى، يعني عنده نقص سواء في تربية الأبناء أو في إشباع احتياجات الأبناء. نسبة الطلاق في ارتفاع. أول شيء نسبة الطلاق في المغرب ضمن النسب القليلة جدا في العالم. كذلك الأرقام اللي جينا على الطلاق اللي يقرؤونها غالبا أميين. الجهاز يعني قد يكون أشكاله مختلفة. هذا وش يعني بالنسبة لك قنبلة في البيت؟ 64% اللي عندهم الهاتف يدخلون إلى المواقع الإباحية. في رمضان قهوة ولا أتاي مع تيق بن شيقر هذا الأحد ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادة تي في. نعود ونواصل وإياكم مشاهدين الأفاضل، مرحبا بكم فين ما كنتم. الناس اللي الله التحقوا بنا بطبيعة الحال نقول لهم مرحبا بكم في برنامجكم التفاعلي اليومي على شادة تي في ما خاب من استشار. كيرافقني خلال هذه الرحلة، رحلة الوعي والحكمة والموعظة الحسنة، الأستاذ والواعد عبد الواحد الباشي. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا سيدي. أهلا وسهلا. نرحل إلى بن حمد إلى عاصمة بزاب عند سي محمد. مرحبا سي محمد. نعم وتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل سي محمد. أخويا أنا عندي مداخلة فيما يخص الجار. أولا شكرا للبرنامج من خاب من استشار. أهلا وسهلا. جهاز شدة تي في وموضوع هام جدا، ونتمنى من الله وموضوع يعني كيهم المجتمع، كيهم المجتمع في المغاربة. نعم. للأسف استعقدنا شي حوايج كثيرة بزاف. بحالاش انت مثلا سي محمد عندك، انت سي محمد معك الجيران، وقع لك شي حاجة مع الجيران؟ كنعرفوا ديك خصوصا في هذا الشهر الفضيل كاينه واحد كتكون واحد الزيارة الجار كيطلع على جاره واش فاطر واش ما فاطرش واش كيتبادلوا شي حويجه. نعم. للاسف افتقدناها في هذا الوقت. انا غنمشي معك باش ما نطولش، انا غنمشي عكس التيار ديال الاخوه اللي بادروا بال
بادروا بذلك الهجوم على سميتو واخذ الثأر ولا شي حويجات. انا ما عرفتش، هذا رأي ديالي ورأي ديالو يحترم. لان دائما المعامله الجيده والمعامله داك سميتو كتستقطب لك دائما هذاك كتستقطب لك هذاك داك الانسان اللي واخا يكون ضدك كتستقطب وما وكتخليه يندم مثلا يندم على شي حويجات دارهم معك انت كذا واخا دوز الايام واخا. اذا انت مع الطرح ربما انت يعني ضد داكشي اللي قالت لالا المنتفى سميتها زهور ياك. نعم سي محمد انا كنشكرك لان ملتزمين طبيعه الحال باقي فقره اخرى فقره الخواطر وباقي عندنا مكالمات اخرى. شكرا لك سي محمد كنتي معنا من بن حمد. استاذي الكريم انا كنتذكر واحد القصه وفي القصه عبره. القصه كان حكاها لي واحد الاستاذ، هذا الاستاذ كان درسني الاستاذ عزيز الله يذكره بخير، الاستاذ عزيز العروي اطال الله في عمره. عاودنا واحد النهار واحد القصه على الجار، هات اسمعوا الضحك والشطيح والرديح وواحد الزغاريت بواحد الطريقه. خرجوا الناس في الحي، كاين واحد الدروبه كيكون الدار حدا الدار، عرفتي داك كيكون داك الزقاق صغير والدار حدا الدار، كاين تقريبا ثلاثه ديال الديور، الدار الاولى الثانيه في القنت والثالثه هكذا جوج كيشموا الطياب ديال بعضياتهم، كيشموا الطياب ديال بعضياتهم، تيسمعوا بعضياتهم. اللي القلب مفتوح كيقول لك تيجي دخلتي لهاد الدار راه غتغدى، دخلتي لهاد بلاصه وغترتاح، دخلتي لهاد الدار المهم بحال دخلتي راه جار. الوغ ديك النهار سمعوا الشطيح والرديح وماشي من عادتهم هذوك الناس بهذيك الطريقه. شنو وقع؟ غادي يجيو الجيران كل وحده فيهم اللي عندها شي حاجه، اللي عندها شي صينيه موجده هزات الصينيه ديالها خرجت ومشات لهذيك الدار، اللي عندها شي كيكه يلاه صوبتها حطتها قادتها ومشات لهذيك الدار، اللي دايره شي رغايف زويونين هزتها وحطوها فين غاديين؟ عند دار سمعنا الزغاريت مي الصحراويه. فين غادي؟ عند دار مي الصحراويه. فين غادي؟ عند فلانه عند مي الصحراويه كمثال على الاسم. مشاو جلسوا لقاو راسهم كياكلوا وكيشربوا جالسين مع بعضياتهم بخير وكيضحكوا اش كاين ما كاين وكيهضروا النساء بيناتهم. عاد ما يسولوهم اجي وحنا ساعه وحنا كنضحكوا كنهضروا وكذا وشادين كما تنقولوا في الكلام، ولكن ما عرفناش علاش نتوما كتزغرتوا. واش شي وحده في البنات تخطبات؟ واش شي واحد الدراري نجح؟ قبل الوقت كاين شي حاجه. هما يتفكروا علاش كانوا كيضحكوا وكانوا كي 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 كيشطحوا كيطبلوا كانوا ناشطين. علاش؟ تخيل هنا قالوا لهم بغينا نسخروا ولدنا يجيب لنا شي حاجه لان محتاجين باش ناكلوا، بغينا نسخروه. صيفطوا قلت له هز داك الشيء اللي في البسطام، ملي جاي يقلب البسطام لقى فيه ريال ما عندهم حتى شي حاجة. على داك الريال بداو كيشطحوا ديك القضية ديال هنا طاح الريال هنا لعبوا عليه. من هنا بداو كيضحكوا الناس، عرفتي كاع دوك الزغاريين داك الزغاريت اللي كاين ديال حنا راضيين ديال كملت ديال حنا راضيين بداك الشيء اللي قسم الله. وشنو كتب؟ كتب الله انه الناس الجيران غادي يسمعوهم وغادي يجيبوا معاهم الماكلة صدقوا واكلين وسالات لازم. ذاك الاسبوع كله قال لك كله تضامن ولاو كيدقوا عليهم في المكان شي فرح كيسمعوا شي كيقول لهم ياك من الريال طاح ياك من الريال طاح زغرتوا عليهم ياك من الريال طاح. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الحديث اللي هو جميل بزاف العيالات بالخصوص النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كيوجه الكلام لكم العيالات مسلمات طبعا طيبات. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا نساء المسلمات كيخاض الحديث يا نساء المسلمات لا تحقرن احداكن، يعني حتى شي مرة فيكم ما تحقر شي هدية تهديها الأخت ديالها الجارة ولو فرس نشاه، يعني ولو فرقة ديال البهيمة شي حاجة هدية اللي ما عندها شي نفع غدير به وهو اللي عندك عندي هذه الفرقة يعني ما غديش لها فرقة ديال البهيمة ولكن لهذه الدرجة عمري ما عطيتها شي حاجة غدي لها. قال لي ما تحقريش هدية تهديها لجارتك ولو تكون يعني القيمة ديالها عندك انت اللي غتديها لا تساوي شيء فدي دي الهدية. نعم لان تهادى وتحب قول النبي عليه الصلاة والسلام تهادى وتحب. نعم فالجيران فهاد اللي تعدات على جارتها انا نصيحة نقول هروبي الى الله. نعم ففروا الى الله لانه اذا جار عليك الجار
جار يعني ظلم الجور، إذا جار عليك الجار فعليك بالذي يجير ولا يجار عليه. الله راه متنفعك مع المحكمة لا والو، خدمش المحكمة وتشد وكل شيء راه يبقى نغيص وراه يقدر يتصلح وكل شيء وتعاود الدور. نهار نهار دعيت وحشومة كاع كون صعب كاع ما ندعيها تبارك الله. صحيح. فعليك إذا جار عليك الجار فعليك واستجر استجر بالذي يجير ولا يجار عليه الله عز وجل في دعائك في صلاتك. وهذه حاجة أخرى يعني الالتجاء إلى الله بيقين يقين لأنه يصلح لي هذا الجار. نعم. وهذاك الصبر ديالي ربي ما غيضيعوش. سبحان وما يلقى إلا الذين صبروا. نعم. وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. فالصابر على أذى الجار وعلى أي أذى وخصوص أذى الجار. اللي كانت كتقول لي الأم ديالي الله يرحمها ويلي الله يجيك من الهم الدايم الدايم. تنقول لها شنو الهم الدايم؟ تيقول لي الهم الدايم هو اللي في الداخل عندك في الدار، إما زوجتك ولا أولادك أو الزوجة عندها زوجة ما مزيانش هم دايم. نعم. أو عائلتك أو الجار وخصوص داخل البيت أسرتك شر ولا الدامين. أما العائلة راه بعيدة أنت تمشي لا الجار تنعس عليه وتفيق عليه وكيدخل لك في الحلمة. هذاك الهم ديال ذاك الجار كيدخل لك في المنام ديالك في كل شيء. يعني ينغص لك حياتك. سافرتي ما مطمئنش بقيتي ما مطمئنش. فالالتجاء الى الله عز وجل تنقولها لان كاين قضاء كاين محاكم كاين قوه كاين سلطه كين، ولكن اول شيء الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. جاتني الان استاذ جاتنا مكالمه جاء سؤال حقيقه من متصله وما قدرتش بطبيعه الحال دوز لان اول ما بقى شيء الوقت وطرحت السؤال ديالها على الاخوان. قالت لك حنا عايشين واحد الحاله مع جار اجنبي من جيران اللي هما ديال دول جنوب الصحراء، فما عرفوش كيفاش يتصرفوا مع شخص اللي دائما تيأذيهم بالروائح الكريهة المشاكل اليومية، والأكثر من ذلك هو أنه كتكون سرقات حتى واحد ما قدر يتهمه ولا يهضر معاه لأنه كيستعمل القوة ديالو العضلات ديالو، بل وأكثر من ذلك هناك رفيقة له في البيت كل مرة هي اللي كتكلف تخرج العيالات، صعب التواصل معاه. وما كاين قانون في البلاد بالنسبه لهم هما فوق القانون، بالعكس هو قال لك حضر كاع هو شي نهار كاع اللي حضر البوليس. حضر البوليس؟ نعم. خلى هذه القبيله بقى انتيف. بقى انتيف هذه اللي بقات. شنو؟ اش بقى؟ بقى عماد انتيفي. والله انتيف ملي ولا الامن مثلا الامن خايف ولا يتهدد. نعم نعم. وصافي كل عري على كتافه، هذا الشيء اللي بقى. وهذا امر لا يليق. نعم. بالمغرب دابا أستاذي الكريم الإشكال ولا أي بلد الإشكال اللي تيكون هو كي وسائل الإثبات، وسائل الإثبات ديال الضرر. عندك مثلا الكاميرات موجودين دابا، هذه الروائح التي تسكب الأنف مثلا، روائح ديال بعض البخور وبعض الروائح اللي لا تطاق. دابا اللي عايش داك الشيء هو اللي تيحس به. حنا واخا نقولوا اللي قلنا أستاذ الواقع شيء آخر، شيء آخر. اللي عايش المشكل راه ماشي هو اللي غيعطي الحل ولا أي شيء، راه يصعب. راه واخا تضل عاد تقول لي انت كتقول لي الطرق السلميه اللي ما يتاداش بها هو. نعم. وهو راه عارف هادشي كتقول لي انت راه كتعاود انت راه كتكون عشتي اللي عشت، ولكن اش بغيت نقول لك انا جبت السيف خرجت قتلو. نعم. نقول لك شتي القضاء هذا هو الحل. نعم. باش ما تتحملش مسؤوليه انك تولي انت في الحبس ولا في المقبره ولا هو كذلك في الحبس والمقبره ولا ولادك يضيعوا معك. علاش على واحد ما يسواش ريال تولي انت في السجن ولادك تشردوا؟ علاش؟ نعم. يقدر يقتل لك بنتك ولا في الطريق يغتصب اي شيء. صحيح. اي شيء. ولكن ما يدفعش هذا ما يدفعش هذا خو ما يدفعناش نسكتو. نعم. واش ما كان. نعم. خاص يوقف عند حده. صحيح. ما الامن ما دارش الدور ديال السنديك، شنو الدور ديال اتحاد الملاك، مشى عند السيد الوكيل. راه الامن ما دارش ولا هذا شكين هذا اللي حنا جيران، راه ما يمكنش الجيران كلهم يكذبوا على هذا السيد. نعم نعم. راه ما يمكنش وخصوصا يعزوا الامر بكاميرات. نعم. يعزوا الامر. نعم. شكرا لك استاذي عبد الواحد. كنظن بانه الموضوع مازال في ميتيان طبعا الحال، ما جاوبناش على ليلى رشيده. غنجاوبوا ليلى رشيده ياك غدا ان شاء الله، حتى هو مقترحات لان باقا مسكينه كتستنى الحل ان شاء الله. يعطيك الجواب ليلى رشيده خير باذن الله. شكرا لمكالمتك، شكرا اولا لثقتك فينا انك طرحتي معنا هذا الموضوع وحكيتي القصه ديالك. مرحبا بكم مشاهدينا الافاضل في برنامجكم ما خاب من استشار يوميا على شاذة تي في. زكريا شيبوش الاستاذ عبد الواحد البشي يوميا معكم. ما تنساوش زكريا شيبوش اللي دائما تيبغيكم وتيفكر فيكم تيقول لكم محبتنا تابته والصواب يكون. جمعه طيبه مباركه للجميع، الى اللقاء.